والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيك يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله introduction للغة الجافا. لغة الجافا إحنا عارفين إن لغة الجافا بتعتبر إن هي high level language. يعني إيه high level language؟ ال high level language و ال low level language. ال high level language هي اللغة اللي هي بعيدة عن لغة الحاسب الآلي، يعني اللغة اللي الكمبيوتر ما بيفهمهاش، يعني اللغة اللي هتحتاج حاجة أو برنامج يحولها للغة الماشين لانجوج علشان يفهمها. الهاي ليفل لانجوج، الهاي ليفل لانجوج زي لغة الجافا وزي لغة السي شارب وزي لغة البايثون. اللغات دي كلها بيفهمها الكمبيوتر عن طريق حاجة تانية. احنا هنتكلم عن الجافا، فالجافا علشان يفهمها الكمبيوتر فلازم يحتاج حاجة اسمها GDK. GDK ده بيبدأ يحول الكلام الانجليش اللي احنا هنكتبه بلغة الجافا، هيحوله لرموز. الرموز دي يبدأ الكمبيوتر يفهمها. طيب ايه الفرق بين السي والسي بلاس بلاس والجافا؟ السي والسي بلاس بلاس والجافا، عرفنا احنا ان السي خدناها قبل كده ولقيناها رموز معقدة جدا، والسي بلاس بلاس اعلى منها شوية بس الرموز مش معقدة، لكن الجافا هنلاقيها انجليش كأننا بنكتب انجليش بالظبط. فاحنا لو مثلا خدنا تيست كده الشغل بتاعنا وبصينا على مثلا نعمل بروجكت جديد، ماي نيو بروجكت، طب محدش يعرف او محدش يخاف ان الكلام ده احنا مش فاهمينه دلوقتي، لا هنفهمه قدام. اقول له تيست مثلا، نعمل بروجكت اسمه تيست ونقول له فينيش. فاول ما اعمل فينيش قال لي تيست اهي، فتح لي البروجكت بتاعنا اسمه تيست 4. انا بكتب هنا دي اسمها المين ميثود، دي هنتكلم عن الحاجات دي كلها بالتفصيل الممل ان شاء الله، محدش يتخض من اللي احنا بنقول دلوقتي، احنا لسه في بدايه الطريق. لو انا عايز اطبع كلمه مثلا سيستم دوت اوت دوت اوت دوت برنت برنت لين، لو بصيت انا كده وعايز اطبع مثلا كلمه هالو هالو وورلد، لقيته طبعها لي وزي الفل. قال لي طيب هو طبعها لي كده اهو، لو انا بصيت هلاقي ان البرنت لين برنت يعني يطبع، والاوت يعني يخرج، والسيستم اللي هو السيستم بتاعنا او الكونسول بتاعنا. فبصيت انا هلاقي ان السيستم بتاعنا او طبع علينا الكلام عن طريق اللور. لو احنا عملنا رن كده، لو احنا عملنا رن نبص عليها هلاقي طبع لي كلمه هالو وورلد دلوقتي، هو بيقول لي رن. لو بصيت دلوقتي هو كده بيعمل رن اهو، طبع لي كلمه هالو وورلد. كلمه هالو وورلد اتطبعت لي على طول علشان انا قلت له اطبع لي كلمه هالو وورلد. نرجع بقى تاني زي ما كنا للشغل بتاعنا. عرفنا ان السي والسي بلس بلس والجافا، الجافا دي لغه ما بيفهمهاش الكمبيوتر غير عن طريق GDK. GDK ده هو اللي بيوصل لغه الجافا للكمبيوتر او للماشين لانجوج بتاعتنا، فالكمبيوتر يبدا يفهمها. طب احنا هنستخدم او هنشتغل على الجافا في برنامج اسمه انيل بيمز. اعتقد ان احنا اللي احنا في كمبيوتر ساينس بداوا يسطبوا البرنامج دوت وسطبوه وعملوه واشتغلوا عليه، بس في ناس ما حبتش لغه الجافا لان ما كانش في حد بيشرحها كتير، او ما كانش المحاضرات بتتكلم عن كلمه حاجات، بتتكلم عن شويه نظري شويه على شويه كودز شويه، فما كناش بنعرف نوصل لليفل حلو فيها. فان شاء الله في الكورس ده بنبدا من الاول خالص من الجافا. لو بصينا احنا ايه اللي احنا نعرف نعمله بعد الجافا، الجافا لو احنا خلصناها احنا هنبدا جافا بالفايلز. فايلز دي اول ستيب هنشتغلها في الكورس بتاعنا ان شاء الله، وبعديها هنشتغل بالجافا باي داتابيز. الداتابيز دي مهمه جدا، وده اللي احنا اللي الناس كتير بتشتغل فيه، يعني الجزء ده كده ناس كتير بتشتغل فيه الجزء ده. والجزء الثالث بتاعنا اللي هو الاندرويد.
ابلكيشن. طيب واحنا الجافا بالداتابيز والفايلز دول ممكن نستخدمهم في حاجه اسمها ايه؟ البي سي ابلكيشن. يعني البي سي ابلكيشن، البي سي ابلكيشن هو الديسكتوب ابلكيشن. البي سي اختصار كلمه كمبيوتر، فالبي سي والابلكيشن الاثنين دول، السي البي سي قصدي والديسكتوب ابلكيشن الاثنين دول زي بعض، وهي هي ان شاء الله الجافا هتقدر تخلي تعمل ديسكتوب ابلكيشن زي العاب الشطرنج زي الالعاب ديت، وان شاء الله لما بنبدا في ليفل اعلى فاعلى هنبدا نعمل العاب ونبدا نعمل حاجات زي كده. في العاب كتير ناس كتير بتحب تستخدمها زي لعبة مثلا الاكس او، زي لعبة الاكس او، زي مثلا لعبة مثلا التلات ورقات. العاب كتير جدا هنقدر نستخدمها، ممكن نعمل لعبة تشيس، نعمل كذا لعبة ان شاء الله هنبدأ نعملها بإذن الله في الجافا. ارجو ان احنا نكون استمتعنا بالفيديو، وياريت تعملوا شير وسبسكرايب للقناة والصفحة لكي يصلكم كل جديد. الحلقة دي هتبقى اسمها introduction ان شاء الله، وبإذن الله هنعمل فيديو لتسطيب ونعمل سيت اب لبرنامج النيت بينز بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه، وبرنامج الجي دي كي اللي هنشتغل عليه ان شاء الله. مش هنشتغل على الجي دي كي، احنا هنشتغل دايركتلي على النيت بينز، والنيت بينز هو اللي هيبدأ الكود ده يخش على الجي دي كي، والجي دي كي يبدأ يمسك الكود ده يحوله للماشين لانجوج. الوسيط بتاعنا الراجل اللي بيوصلنا لنا الكود بتاعنا من الجهاز، من الكلام اللي احنا بنقوله للكمبيوتر، هو الجي دي كي. فالجي دي كي ده اهم من النيت بينز اصلا، من غير الجي دي كي مش هنعرف نشتغل بالنيت بينز. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.